يتكون هذا الجهاز من جزء السلع وجزء التشغيل، ووفقا للمقياس يبلغ طوله 5.3 متر وعرضه 3.3 متر والارتفاع 2.5 متر، فلذلك هو يعتبر أكبر حجم في العالم من أجهزة البيع. تستغرق عملية الشراء ما يقرب من 30 ثانية فقط. ووفقا لتقارير المدير، من أجل تحسين الأداء والسلامة، فإن هذا الجهاز مزود بنظام رصد ذاتي متقدم، والهدف هو ضمان دقة وكفاءة العملية. على الرغم من أن هذا الجهاز جديد، لكنه الآن يبيع تقريبا جميع أنواع الكمبيوتر المحمول. هذه هي المبيعات بالمفهوم الجديد، متميزة جدا. وقد وجدت هذه الخدمة الذاتية. قبل هذا رأيت جهاز الصراف الآلي وجهاز العصير. أعتقد أن هذا يجعل التسوق أكثر ملائمة. إنه الابتكار، وأيضا العملية بسيطة جدا، 30 ثانية فقط. سأعود للشراء.